تعالوا نتكلم شويه على قائمه النادي الاهلي، وهعرضها لحضراتكم دلوقتي عشان تعرفوا قائمه الفريق. اكيد خلاص يعني هي وصلت لكم، لان الاهلي اعلن عن قائمه الفريق لمباراه الغد من حوالي 3 4 ساعات. لكن الاهم فيها انا عايز اقف عند كام حاجه كده مهمه بعد ما نقول الاسماء الموجوده في القائمه. خلينا نقولها الاول: محمد الشناوي، علي لطفي، ومصطفى شوبير في حراسه المرمى زي ما حضراتكم اهم بتشوفوا دلوقتي على الشاشه. بيرجع رامي ربيعه للتواجد في قائمه المباراه، ده بعد غياب اكيد حمدي فتحي، لكن عوده رامي ربيعه مهمه جدا لانه لعيب خبره. يعني رامي ربيعه من اللعيبه الثقيله جدا لاصحاب الخبرات الكبيره. فاكرين يا جماعه ثنائيه رامي ربيعه واحمد حجازي؟ كانت حاجه جامده قوي قوي. فرامي لعيب كبير، واللي عاجبني في رامي ان هو ما بيتكلمش كتير وما مش عامل يعني مش بيعمل مشاكل، او اللي هو عارف قيمته كويس ولعيب دولي كبير. الاصابات للاسف عطلته، لكن في نفس الوقت هو عارف قيمه المكان اللي هو موجود فيه وعارف ايه حدوده كويس جدا، وبيشتغل على نفسه زي ما حصل السنه اللي فاتت لما شارك رامي شفنا مستوى مميز جدا. فالواضح ان هو مركز كمان السنه دي، عشان كده هو موجود في قائمه المباراه بكره. معاه كمان مين؟ ياسر ابراهيم مدافع مميز، بدر بنون، ايمن اشرف، اكرم توفيق، دول موجودين بشكل طبيعي دايما. عندك كمان كريم فؤاد بينضم لاول مره في قائمه النادي الاهلي لاي مباراه في الدوري بعد 4 مباريات ما كانش متواجد فيهم، المره دي انضم لقائمه النادي الاهلي. وهتكلم على كريم فؤاد بس بعد ما اكمل لكم. محمد هاني موجود، علي معلول، اليو ديانج، عمرو السوليه، وليد سليمان تاني مباراه على التوالي بعد عودته من اصابه يكون متواجد في القائمه، حسين الشحات، محمد مجدي قفشه، بيرسي تاو، لويس ميكيسون، واحمد عبد القادر، عمار حمدي، ومحمد شريف، وحسام حسن. تعالى بقى نقف عند كام نقطة مهمة جدا لازم نتكلم فيهم ونوضحها لجماهير النادي الأهلي. شايف كم الأسماء؟ شايف يعني القائمة دي كم لعيب فيهم نجم؟ لو هم 20 لعيب اهو 22 لعيب نجم، يعني أي لعيب موجود اسم كبير. تخيل كده واحنا مع بعض، أنا جاي لك في الكلام بس خلي بالك طويل معايا شوية. تخيل واحنا مع بعض مثلا، تعالى نختار أي اسم. خرج مثلا بدر بنون من القائمة مثلا يعني. مش هتبقى مفاجأة؟ هتبقى مفاجأة. الناس هتقول ده في مشاكل، أصل ده ممكن عايزين يمشوه، أصل مش هيقولوا. تخيل مثلا خرج مين؟ خرج إيه؟ عمرو السولية، اللي صعب جدا طبعا يخرج. بس تخيل خرج عمرو السولية مثلا، مش هتبقى مشكلة كبيرة؟ الناس هتقعد تتكلم كتير؟ هتتكلم كتير. أي اسم، حسين الشحات، بيرسي تاو، ميكيسون، أحمد عبد، أي واحد هيخرج من القايمة هتلاقي الكلام كتير قوي عليه، والكلام كتير جدا انه هيمشي، اصله عايز يمشي، اصل في مشكله مع موسيماني، اصل في مش عارف ازمه مع مين، اصل هو خلاص عمل ايه واتخانق مع مين، هتلاقي الكلام كتير جدا. فالاخبار زي دي توقعوها. النهارده مين بره القايمه؟ 2 من العناصر المهمه قوي قوي، ويعني احنا بنحبهم كجمهور النادي الاهلي وشايفين ان هم لعيبه مميزه، سواء طاهر محمد طاهر او محمود عبد المنعم كهرباء. 2 مهمين ولا لا؟ مهمين. 2 امكانيات كبيره ولا لا؟ طبعا محدش يقدر يختلف. لكن انت مجبر تختار من العدد المهول من القائمه اللي ما شاء الله متكامله، تختار عدد معين من اللاعبين هم اللي بيكونوا موجودين معاك. ده بيبقى طبقا لايه؟ طبقا لمتابعه المدير الفني، اللي ليه كل الحق، ليه كل الحق في الاختيار اللي هو عايزه، لان هو اللي بيتحاسب في الاخر. ما ينفعش انا افرض عليه اقول له والنبي خد فلان او خد علان وبعد كده هحاسبه ازاي؟ ما انا اللي بقول لا، الراجل هو ادرى واحد بحاله اللعيب، ادرى واحد بالنواقص الموجوده عند اللعيب، ادرى واحد بالمميزات الموجوده عند اللعيب، فبالتالي بناء على كده ايه بيختار وبيشتغل وربنا يوفقه. لكن اللي عايز اكد عليه، احنا طبعا بنحب مثلا كهربا، جمهور الاهلي بيحب كهربا جدا، لكن المؤكد ان بنحب الفرقه اكتر، بنحب الاهلي اكتر. كهربا لعيب كبير قوي، لعيب جامد جدا جدا، زيه زي طاهر محمد طاهر، مفيش اختلاف على الجزئيه دي. لكن احنا بالنسبه لنا الاهلي، عايزين الاهلي يكسب، عايزين نتبسط بشكل الاهلي في الملعب بالنتائج، هو ده الاهم بالنسبه لجمهور النادي الاهلي. لكن طبعا بيهمنا برضو اخبار كهربا واخبار طاهر والدنيا ايه، طب وايه النواقص، ايه المشاكل، ايه الامور. فانا خليني اوضح لحضراتكم جزئيه مهمه جدا. تعالى نبتدي بكهربا، لان دايما الكلام عليه كتير، وعلى طاهر برضه بما انه خارج القايمه، واي واحد زي ما قلت لكم هيبقى خارج القايمه هتلاقي الكلام عليه كتير. لكن هنا السؤال: هل في مشكله ما بين كهربا وموسيماني؟ ها، هل في مشكله؟ مفيش اي مشكله خالص، انا باكد لحضرتك مفيش اي نوع من انواع المشاكل. امال الراجل بيستبعده ليه؟ ايه السبب؟ الراجل عنده وجهه نظر معينه خاصه بالجانب الفني،
من غير ما اتكلم في التفاصيل، بيتكلم معاها كهربا فيها، بيقول له اشتغل على ايه، اعمل ايه، ده حاجه طبيعيه جدا، مش كهربا بس، ده كل اللعيبه، امر طبيعي. لكن هل في استبعاد كهربا بسبب مثلا مشكله او بسبب ازمه او حاجه حصلت ما بين كهربا وموسيماني؟ اطلاقا، ده تاكيد يعني بنسبه 1000000%. عشان ما تخليش، اصل هتلاقي دلوقتي ايه بعض الاخبار برضو اللي احنا متابعينها على مدار الفتره اللي فاتت كلها، اصل كهربا مش عارف حصل ايه، اصل في مشكله ايه وكام. انا بقول لحضراتكم مفيش اي مشكله خالص، هي رؤى فنيه تحترم من المدير الفني. هل كهربا محترم جدا الجزئيه دي؟ جدا جدا جدا، وما عندوش اي مشكله خالص. بص هثبت لكم بالدليل دلوقتي، وهوريكم الروح بتاعه كهربا رغم ان هو ثالث او رابع مباراه على التوالي يبقى بره القايمه، لكن بص روح كهربا. هعرض لكم دلوقتي لقطه او ستوري هو منزله على انستجرام، وباعت رساله لمحمد شريف بيقول له ايه، اهي زي ما حضراتكم شايفين كده، بكره في جول عالمي ان شاء الله، وشغل الشغل يا ابن البلد. ده هل ده واحد زعلان؟ هو طبعا زعلان انه مش موجود، دي ما نقدرش نختلف عليها، لكن هل ده واحد بقى خلاص مش طايق نفسه، مش طايق دنيته، ومش طايق المدرب، او المدرب مش طايقه، او في مشكله وكلام من؟ لا خالص، في روح اهي، واضح جدا ان كهربا عارف قوي ان ممكن يكون في حاجات عايز يشتغل عليها وبيشتغل عليها. كهربا ملتزم جدا جدا مع الفرقه، ملتزم جدا في التدريبات، بيأدي بشكل جيد، لكن القرار في الاول وفي الاخر لمين؟ للمدير الفني مستر بيتسو موسيماني، وقراره يحترم، وكهربا بيحترم هذا القرار، ومستني ان هو تيجي الفرصه بالنسبه له ان هو يشارك عشان يثبت مدى كفاءته المعروفه بالنسبه للجماهير كلها. وانا على المستوى الشخصي واحد من الجمهور اللي بيحب جدا كهربا، لكن في نفس الوقت المدير الفني حقه كل الحق ان هو يختار العناصر اللي يلعب بيها او اللي يكون معاها في القائمه. نفس الحال بالنسبه لطاهر، طاهر مفيش اي مشكله ما بينه خالص وما بين موسيماني، وموضوع كلها اختيارات فنيه ورؤى فنيه تحترم للمدير الفني. فالامور طبيعيه جدا، عشان ما حدش يقدر او عشان ما حدش يحاول ان هو يصدر لحضراتكم ازمات بتتعلق بالفريق الاول لكره القدم. الفتره اللي فاتت كان كريم فؤاد مش موجود، فكانت الناس تقعد تقول لك كريم فؤاد ليه مش موجود، ده راجل صفقه جديده، ده راجل مش عارف ايه. اكيد في توقيت بيحدده المدير الفني لتواجد كريم فؤاد، كريم موجود اهو النهارده في القائمه، قد يلعب قد لا يلعب، وقت ما هيحتاجه المدير الفني هيلاقيه. عشان الناس برضو ربطت كده قالت لك ده الاهلي عايز يخرجه اعاره، مفيش الكلام ده خالص خالص، لعيب مهم، جوكر من ضمن جوكر الفرقه اللي هيعتمد عليها موسيماني، واللي اكيد عارف امتى يدفع بلاعب مهم زي كريم فؤاد على حسب، لان كده كده انت عندك ما شاء الله الفريق ماشي بشكل كويس جدا، اللعيبه اللي بتلعب ماشيه بشكل جيد، النتائج ايجابيه، الاداء مميز، فهتغير وتعدل ليه في شكل الفرقه، لكن كله في الاول وفي الاخر قرار مدير فريق.